حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الحل حق الايفون 7. الشيء الوحيد اللي كان مخليني ما اشتري الايفون 7 هو اني ما اقدر احط عليه سماعتي المفضلة، او يبي لي ادابتر احط عليه سماعتي المفضلة، وهي سماعة البوز اللي اقدر اسمع فيها لساعات وانام لو كانت في اذني وما تأذيني ابدا. قرروا اخيرا يسوون وايرلس 7 سنين من سنة 2009، وانا استخدم البوز، حاطين عليها شكل السماعة، اشوف عبتها حلوة. طبعا انا اخذت اللون الاسود وراح ابطلها معاكم الحين. اول شيء خليني اشيل القرطاس هذا الخارجي، اشيل عنه الكفر. انتوا ما تدرون انا ايش كثر مستانس ان السماعات هذه منزلين منهم وايرلس. engineer to stay with you and out of your way. طبعا حاط لي واحد هنا قاعد يسوي رياضه حق الرياضيين، لكن انا مو رياضي هالكثر، بس يلا نمشي معاهم. حلو، فني نشوف هذه السماعه اللي هي انا اشوف الحل حق الايفون 7 يوزر. داخل كرتون، في الباوتش اسود، في عندك كيبل يو اس بي عشان تشحن، طبعا في لزاق صغير نشوفه هني على سماعه، نشيله. الحجم شويه كبير صاير عن على اطرافها، كان الاذن هو نفس السماعات الثانيه. دقم حق تغيير الصوت او تغيير الاغنيه، بس احلى يوم في حياتي على الاذن وليس داخل الاذن. اشوف اللون الاسود وايد حلو، راح اسويها كونكت حق التليفون. في دقمه هني فوق السماعه اضغطها وتقول لي ان فيها بطاريه واشتغل البلوتوث كونكتد بسرعه. حطيت السماعات الحين اشوفهم ان خفاف جدا، سماعات قاعدين مكانهم، ما يروحون مكان. ليش بيروحون مكان؟ بيروحون بيت اهلهم، ما راح يروحون مكان. حلو، الحين قاعد اسمع الموسيقى ومو قاعد اسمع نفسي، لان المطاط هذا يسكر اذنك، ما فيها ساوند كانسليشن او ايسوليشن، لكن اشوف ان هذه بروحها كافيه حق ساوند ايسوليشن. انا ما قاعد اسمع نفسي الحين قاعد اتكلم. الصوت وايد حلو، اب تو 6 اورز بير تشارج. البوز ساوند سبورت اشوفهم افضل سماعات بلوتوث بالسوق كله، كصوت كراحه. اذا عجبتكم الحلقه هذه سووا لايك، لان اللايك مهم، وسبسكرايب اهم، سبسكرايب مهم لان تقدرون تشوفون الحلقات الجايه والحلقات السابقه بالقناه الزبده، وحياكم بالزبده.